حبيبتي نوف تقول أنا روح مبدعة، كنت أكتب وأرسم والحين بدأت تظهر نسختي الجديدة بعد التنظيفات وحس مالي في الكتابة مع أنها كانت احتمالي الأفضل الأول، وحصرت مهتمة أكثر بالموسيقى كعزف، ممكن فعلا نسختنا الجديدة يتغير مع احتمالنا الأفضل. حبيبة قلبي نوف، أكيد بدون أدنى شك يحتمل احتمال كبير أنه لما إحنا تتغير نسخنا وتتغير هوياتنا أيضا تتغير نقاط قوتنا ونكتشف نقاط قوة ما كنا وصلنا لها قبل، وبالتالي يكون عندنا خيارات مختلفة في الحياة واحتمالات أفضل. وبشكل عام كل الأدوات هذه مرات تناسب درجة معينة من الشعور عندك، فأنت كنتي قد تكوني منسجمة مع شعور معين يناسب الكتابة، فهذا تنظف تغير، بالتالي وش اللي عندك أعمق غيره يطلع عندك اللي الآن طلع الموسيقى، فوارد هذا الشيء. لكن مهم ان احنا بعد لما نغير نسخنا ان ما نتعلق بالنسخ القديمة، ان على طول نقلب، على طول نتقبل ان عندنا نسخة جديدة، عندنا رغبات مختلفة، اهداف مختلفة، نقاط قوة مختلفة، كل شيء تغير، كل شيء تغير، فهذه بالعكس اشارة جيدة. طيب عندي حبيبتي شهد تقول والدتي متوفية الله يرحمها، يتكرر علي أشخاص يحملون نفس اسمها ولا أعرف ما هي الرسالة. حبيبتي أنتي تقول مع العلم أني أخذت كورس أبنس تجاوز صدمة الوفاة، قصدك أنه ممكن يكون يعني كأنه الصدمة ما زالت موجودة. لا، إذا في شيء موجود ما هي الصدمة، إذا في شيء موجود أنه هي موجودة ولا ما هي موجودة. وطبعا على مستوى المادي إحنا ما نقدر نربط، بس انتي اطلبيها في الحلم وشوفي ايش يصير، يعني لو كنت مكانك بطلبها بالحلم بشوف ايش يصير، بصير موجوده مي موجوده، في احد بيجاوب معي في احد ما راح يجاوب معي، مين اللي بيشتغل، عقلك الواعي عقلك اللاواعي ايش بيصير. السؤال الثاني، لدي غبش في عين اليمنى منذ الصغر والاطباء لا يعرفون الحل، مع العلم ان جدتي واخاتي اصيبوا في نفس العين لاسباب مختلفه. واو، قصدك انه خلينا نقول مثلا جدتك أصيبت، خلنا نقول مثلا يمكن جتها شرارة مثلا أصيبت، بعدين خالتك يمكن صار لها حادث ثاني وأصيبت، أنت من يوم ولدتي وعندك مشكلة في عينك اليمنى والأطباء لا يعرفون الحل. والأطباء يعني كثير من الأحيان، ترى الطب كثير محدود، كثير محدود، يعني الطب ما يعرفون كل شيء، ما يقدرون يجاوبون على شيء، ما زالوا الأطباء يبحثون، ما زال العلم يتطور، ما زالوا في الطريق يعني. بس أنا يعني سبقني ناقشت معكم هذه القصة، أنه حديث أو الأثر ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، عالمه من علمه وجهله من جهله. دائما أتصور هذا التصور، أقول في حل بس ما ندري عند مين، ما ندري عند مين، عند أي مدرسة، عند أي طريق، عند أي إلا الموت، ما وقيت روح. بس ترى خلاف الطرق الأخرى، خلاف القصص الأخرى اللي هي عبارة عن مثلا أهداف توصلها، ممكن ما لها حل، بس الداء في دواء، في دواء. Thank you نجمة، علمه من علمه وجهله من جهله. فأنا أقترح عليك أنك أنت تبحثين عن جواب عند مدارس ثانية، ممكن يكون فيه خلل محتاج يتضبط، ممكن يكون فيه شيء يحتاج تنتبهين له تراعينه. أما إيش الرسالة، صراحة لازم نسأل إذا كنتي يعني حضرتي قصص جدتك وخالتك ولا ما حضرتيهم، هل كنتي موجودة لما صارت هذه الأحداث ولا لا، معناها أنت عقلك اللاواعي تأثر ولا هي طاقة انتقلت، لازم نعرف هالتفاصيل. طيب صديقتي رفيدة تسأل تقول عندي هدف من سنين لم يتحقق وسعيت كثير فيه، شلون أعرف إذا كان عندي جوع روحي أو هو الفيل الأبيض؟ الفيل الأبيض غالبا هو ينحل بخلاف الجوع الروحي، والجوع الروحي فيه ظلام، يعني تكفش نفسك إنك ظلامي فيه. الفيل الأبيض ما في ظلام، يعني مثلا خلنا نقول سيدة عندها مشكلة مع زوجها، أوكي حاولت اجتهدت كذا وما أعرف إيش، وبعدين انفصلوا،
بعدين زوجت واحد ثاني، مشاكل وكذا وما اعرف، بعدين فصلوا. بعدين زوجت واحد ثالث، بعدين قصص ومشاكل، بعدين فصلوا. فهي تسأل تقول مثلا هذه السيدة تقول يا جماعة هذا جوع روحي ولا يعني في الأبيض. بقول لها يعني هل فكرتي تسحرينه؟ هل فكرتي تسوي شيء في الظلام عشان تتم القصة وتصير تمام وصحيحة؟ إذا قالت لك لا، أقول خلاص هذا في الأبيض، في الأبيض. إنه أنتي تظلين تحاولين تدورين عن الحل، يعني تدورين عن الطريقة الصحيحة، تفهمين الرسائل، تغيرين من طريقة، تغيرين أسلوبك، لما ينحل الموضوع. لما شخص يفكر في الجانب المظلم معناها إحنا وصلنا لحالة الجوع الروحي. ممكن برضه تحضرين يا رفيدة الجوع الروحي، تكلمت عن الفروقات ما بين كل هذه. طيب عنوان البث. طيب خلونا ناخذ، أبي أشوف 24,000 لايك، ثانك يو. أبي أشوف لو عندنا سؤال ما جاوبنا عليه. ثانك يو نجمة حبيبتي. هل في نوع أكل يمنع الروحانية؟ Oh my god. تسألني أنا؟ تسألني أنا؟ تعرفني أنا يعني، تعرفوني يا. أنا أعتقد كل اللغويس والخبيط والخرابيط اللي يأكلونها الناس كلها، إذا كان في طريق روحانية فهو ينسد بهالأكل. أعتقد، أعتقد طبعاً في ناس ما يؤمنوا بهالشيء، بس أنا أعتقد ذلك. أعتقد أنه أنت لما تحشي جسمك أشياء ما هي طبيعية، أعتقد أنه، أعتقد أنه يسدد أشياء، يسدد أشياء، وواحد منها الروحانية. طيب ثانك يو نجمة. تي شيرت بكتب لكم اياه بعد ما اخلص، بس نسيت الحين. عشت تطرف ديني خلاني اكره نفسي وانوثتي، اشعر بالعار، كيف احل الموضوع وارجع اتوازن؟ حبيبتي انتي، شوفي مرات محتاجين ترى ننظف البيئة. مرات لما تكون انت محاط باشخاص كلهم متطرفين وانت تحاول يعني تعدل شيء جواتك، ومهما اشتغلت تلقى برا نفس القصه، محتاج تشتغلين من برا ومن جوا. طيب 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 هل الجوع الروحي يساعد في تخفيف الوزن؟ لا، ضبطي مشاعرك، يعني يمكن الخوف تساعدك أكثر من الجوع الروحي. طيب هل تغيير الطرق والمدارس، البحث عن طريق أو الهدف أو العلاج يعتبر جوع روحي وعمل زائف؟ لا بالعكس، بالعكس، يعني هذا يدل على أن الشخص باحث حقيقي، باحث حقيقي، إن هو يعني يشوف ويقلب ويقرأ ويفهم ويعرف وكذا، وبعدين يعني يوازن الأمور وبعدين يتخذ القرار. مو والله يعني يشوف منس يقول الله هذا الشيء موضوع مريح، لا، يبحث، يقرأ، يتوسع لما يتأكد أو يشعر أن هذا اللي يناسبه. هوب تقول هل الاعتماد على خلفية الجوال فقط من الأمل الزائف اللي كل شهر نحطها؟ يعني شوف مثلا شخص بيحط خلفية الجوال ما راح يحضر معانا انستغرام لايف، ما راح يحضر أي مادة من المواد، ما راح يتتبع أي رسالة من رسالة، ما راح يغير من نفسه. نعم هذا من الأمل الزائف، إنك تعتقد إنه خلفية الجوال هي بتغير الواقع اللي أنت فيه. لا معلش، لا معلش، معلش، كان حطينا خلفية جوال تسدحنا. لا طبعا، لا طبعا،
طبعا احنا نعلق على الجدار ونطلع نركض ونشتغل ونجتهد. ايش تفسير رؤية ظواهر غريبة في طفولتي؟ رأيت شخص لا اعرفه اختفى امام عيني ومخلوق من نار ويحدث لي جاثوم. على اساس حددتي انه مخلوق من نار؟ على اي اساس؟ او قصدك هو شكله نار؟ على اي اساس؟ كل شيء ممكن يكون في احتمالات كثيرة، يعني تبدأ من الوهم وتبدأ من الأبعاد الأخرى وتبدأ من كذا بس وين المهم؟ المهم إذا صار لك جاثوم وش تسوي؟ هذا النقطة المهمة. احنا ما خلينا عن الماضي وش صار وش ما صار، النقطة المهمة أنه حاليا إذا صار لك جاثوم أنت عارفة وش المطلوب منك. محمد يقول أمي عندها أدوات روحية، يجيها جاثوم بشكل مستمر، تشوف مشاهد وأحداث من المستقبل لكن مشاعرها منخفضة وهذه الأشياء تخوفها، كيف تطور أدواتها؟ إذا هي مهتمة، إذا هي ما هي مهتمة يعني تلقاها تخاف مني. يعني ممكن تيجي تحضر تقول لا وين تكلمون عن الجن وكذا وإسقاط النجم والجاثوم، لا هذول يخوفون، هذول ما هم مضبوطين. أول شيء تبدأ موضوع الخوف، إذا تقدر تساعدها خلها تحضر الخوف، راح يفرق معاها كثير، يعني ممكن تنقلكم وتنقل حياتها هي وتنقل كل القصة إلى مكان آخر، تنقل كل القصة. تخيل إن عندك هذه الأدوات، إنك ولدت بهذه الأدوات، ترى مو كل الناس مولودين فيها بس للعلم، تخيل إنك مولود بهذه الأدوات وإنت خايف، ماذا لو إن هذه الأدوات أنت ما كنت خايف من هذه الأدوات؟ ماذا لو هذه اللي يقولون عنها مستبصرة، صح؟ ما هم بطيخ، هذه اللي مستبصرة، بس كانت فعلا حقيقية يعني ما راح تسوي زيهم بطيخ. تخيل إنه ممكن عندك هذه الأدوات بس إنك أنت لأنك خايف كذا مرت حياتك ولا قدرت يعني تسوي ولا شيء بهذه الأدوات. شيء مرة يوجع صراحة، شيء يوجع. فإذا تقدر تساعدها تبدأ بالخوف. توتو تسألكم تقول لكم مين يعرف إيش نسوي لو جانا جاثوم؟ توتو تسأل تقول مين يعرف إيش نسوي إذا جانا جاثوم؟ مين يعرف يا جماعة؟ او ماي جاد، حتى انتي بعد تقولي وش نسوي؟ مين يعرف يا جماعة؟ توتو تسأل او ماي جاد، تقول نحارب. واحدة في التوك توك تقول ايوه، يعني هذه الجملة يمكن لا يقل عن يمكن 50 مرة كررتها في شهر الروحانية. اوكي بالضبط، اوكي، احس الانستغرام فاهمين اكثر. ما هذا تكون حارب وما ادري ايش تقول كان ابي ولا وعي اقيم الاذان، الله اكبر. وشيفة تقول لكم خذوا فيتامين دال وباء 12، ان الجاثوم سبب نقص فيتامين باء ودال 12.